أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. واوضحت الاكاديميه انها ستقوم باعتماد مبدا توسيع قاعده المشاركه في الحوار من خلال دعوه جميع ممثلي المجتمع المصري بكافه فئاته ومؤسساته باكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركه وبفتح الافق والمجال امام الجميع